مش عارف ليش بوصفوا الكلام بالذهب. طب لو وصفناه بشجر الكينة، بجبل كبير، بحجر، بشمس، بس بحكوا من زمان هالعبارة، والله هذا كلام ذهب. سامحوني، هذا عنوان مجازي. شو يعني مجازي؟ بسيطة هاي، يعني وصف تعبيري متمثل بأنه الحكي اللي بدي أقوله ثمين عميق. ليش ضحكت؟ لأنه مش كل حد بيشوفه عميق، وقديش ممكن العمق يزداد ويزداد ويزداد، بضل في عمق أكثر عمق من العمق اللي زاد قبل آخر عمق حكيت عنه. مش بتفلسف، بس بحاول أفسر لكم العنوان. اللي ورا العنوان أقرب لقلبي، بحس إنه لازم أحكي. عجلي وبتمشي سريعة، إذا غفلتها خسرتها. هي هيك مبنية هالحياة، على اللقاء والفراق، على الأخذ والفقد، الحب ونقيضه. عن ماذا أبحث الآن؟ عن السلام الداخلي، لذلك ألجأ لهذه الأفكار وأبحث في فلسفة الأشياء، بحاول ألاقي أجوبة تريحني. كتير أسئلة بتمر قدامي زي السمك في البحر. ليش بضل قلقان؟ من وين بيجي هالقلق؟ كوارث ولا أوبئة؟ حروب، خوف، قلق، ألم، الكآبة واليأس، العمل والمال، الأهل والبيت. معقول هلأ أعرف حقيقتي اللي كنت دايما ببحث عنها؟ بيقولوا إنه حقيقة الإنسان تظهر في أوقات الأزمات. من وين جبت كل هالصبر؟ الرزاني، الحفاظ على الهدوء، التعامل مع الأمور بحكمة، أو اليأس والسقوط في الإحباط والاستسلام للخوف. مش سهل مرات تلاقي طريقك في الغاب، لأنه مرات في كثير وحوش حواليك. ممكن أنت تكون وحش نفسك وتدخل في وهم كبير. مرات الإنسان بفكر أنه بحاجة لحد يرشده، يضوي العتم اللي في طريقه حتى يلاقي السلام الروحي، واللي بدور على نور بلاقي. لهيك بنلجأ في أوقات الأزمة لأقرب حد علينا. لازم تبحث بنفسك عن الدفى اللي جواك وتكبره. ما حد بحس بروحك كذا بردت قد ما أنت بتحس فيها وبتعرفها. لهيك ما تطفي شعلة الأمل حتى تقدر تدير أي أزمة بتمر فيها. لما يقع الإنسان بأزمة في حياته، مثلاً بيفقد حبيب أو بيخسر حد عزيز، أو تصيبه خيبة أمل مرتبطة بشخص معين أو وظيفة عمل، بيكون هو بحاجة مش ليغرق في الأزمات اللي بتصيبه. ردود الفعل، الشوشرة، بيكون بحاجة لمعرفة فلسفية، بحاجة إنه يفعل التفكير النقدي اللي مش لازم يفقده، حتى دايما يكون عنده القدرة على رؤية الأشياء على حقيقتها. وقتها بتصبح هاي المشاعر أقل وجعاً وألماً، لأنه بصير وقتها قادر على تقبل الحياة بأزماتها، بخساراتها، وآلامها وانكساراتها. بما أنه قد حان وقت القيلولة، جاء وقت الحكاية، وحكايتنا اليوم مأخوذة من حكايات القرآن الكريم. في نهايات قصة يوسف عليه السلام التي ذكرت في السورة المعروفة باسمه في القرآن الكريم، أرسل يعقوب مع أبنائه أخاهم بنيامين إلى مصر، بعد أن أخذ منهم المواثيق بأن يعودوا به سالما إليه. سار الأخوة إلى مصر ودخلوا على عزيزها يوسف الذي عرف أنهم إخوته ولم يعرفوه، واحتال يوسف لأخذ أخيه بنيامين، ونجحت الحيلة حقا، فبذل الأخوة كل أنواع الترجي والاستعطاف ليوسف،
ليخلي أخاهم ويأخذ أحدهم مكانه، ولكن يوسف أبى إلا أن يأخذ بنيامين. عندها استسلم الأخوة للأمر وأرادوا الرجوع إلى أبيهم. أبى أكبرهم الرجوع معهم، وذلك بسبب الميثاق، الميثاق الذي بينهم وبين أبيهم. رجع الأخوة إلى أبيهم دون بنيامين ودون أكبرهم، وإذ بيعقوب يفقد اثنين من أبنائه ومن قبلهما يوسف. فلما أخبر الأخوة أباهم بالخبر فما كان منه إلا أن قال كما في الآيات: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. فكان صابرا وقضى سنوات من الحزن فقد فيها بصره، وقالوا ابيضت عيناه، أي أن حصل شيء أبيض على عيناه ففقد البصر. ويقال أو قال بعض المفسرين أنها 40 سنة من الصبر، ومع هذا لم تسمع منه كلمة واحدة، كلمة تضجر أو سخط، إنما بث حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى. مارس يعقوب عليه السلام هنا في هذه القصة خطوات الخروج من الأزمات والتغلب عليها، فهو درس وقد تمثلها في 5 أمور. الأمر الأول الصبر، فصبر جميل. الأمر الثاني حسن الظن بالله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. الأمر الثالث إنما هو تفويض الأمر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما الأمر الرابع بذل الجهد والأخذ بالأسباب والعمل للخروج من الأزمة والبحث عن المفقودين بالسؤال والتحسس، أي التحري التقصي والبحث الجيد. يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أما الأمر الخامس فهو عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال في الآيات بما معناه أن لا تيأسوا، فيقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه خطوات 5 تمثلها يعقوب عليه السلام في محنته الطويلة وأزماته المتتابعة. فماذا؟ ماذا كانت العاقبة في هذه القصة؟ العاقبة كانت جميلة والنهاية أحلى من مذاق الشهد. كانت النهاية عودة البصر وبلوغ الأمل ولقاء المفقود وذهاب الكرب وزوال الأسف ورفع البلاء وفرح الحزين وظهور الغائب وإنصاف المظلوم وأيضا توبة الظالم والعفو عن المسيء ولم الشمل وتحقق الرؤية التي رآها يعقوب وحصول الثواب لمن صبر ورضي وأناب. هذه هي خلاصة القصة ودرسها الأهم، كيف استطاع يوسف ويعقوب الخلاص من هذه المحنة والأزمة التي اجتازها يوسف وأبيه عليهما السلام واحدة تلو الأخرى، إنما هي درس في كيف يجب علينا أن نتخطى الأزمات. شكرا عزيزي، هذا مثال من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإني أرى ما أقوله وما قلته متقاطعا، فالتفكر في الخلق وفي قصص الأنبياء والسابقين أمر مهم، في كل قصة حكمة. وحين قلت لك عن التفكير النقدي إنما قصدت به القياس والتقويم والاتزان والأخذ بالأسباب.
أنا أبحث في هذه الأفكار عما يسعفني في وضع فلسفة للقارئ الذي سيقرأ كتابي الذي سأكمل به هذا النقص كما ترون في بيتي المفتوح للسماء، هذا البيت الذي أسكنه الآن، فتكون الفكرة حائطا صلبا يقيني من برد ما. فأداة الفيلسوف العلم والمعرفة والفكر معا، فلا يتكلم دون علم ولا يرضى إلا بتحليل ما لديه من معارف، مستخدما عقله وفكره بموضوعية تامة دون تحيز أو تطرف. يمكنني القول أن الفيلسوف لا يقنع بالحلول المعلبة الجزئية الفردية، وإنما دائما يفكر خارج الصندوق، وإن كان هذا سببا في معاداة المجتمع له في كثير من الأحيان لنظرته المختلفة بالنسبة لهم. طبعا إنه صاحب فكر إبداعي لا فكر تقليدي، إذ يقوم بوضع الاحتمالات واقتراح الفروض ثم يجتهد في الإبقاء على أفضلها، ويرد على الأزمات بالحكمة وبالعمل على إنهائها لا على تطويلها أو تطويرها، ويتعفف ثم يسأل غيره ويستشير من أصحاب الخبرة، وذلك من منطلق مرونة الفكر لديه وتقبله للرأي والرأي الآخر، كي يصل إلى أفضل نتيجة ممكنة، واضعا نفسه مكان الخصم ضاحكا مرة ومعطيا الإشارة بالرضا مرة أخرى. هذا هو الكلام الذي لا يقدر بالذهب.